بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن Firefox Web Browser Automation، أي التحكم الآلي في مستعرض الويب Firefox. قبل الشروع في كتابة أكواد بايثون يجب تثبيت المكتبتين التاليتين، أولهما مكتبة سيلينيوم والثانية هي مكتبة ويب درايفر مانجر. من خلال نافذة التيرمينال أضغط على نافذة التيرمينال، ومن أمام المحث أكتب الأمر التالي: pip install selenium، وأضغط مفتاح إدخال Enter. بيقوم بتثبيت المكتبة وأعطاني هنا رسالة requirement already satisfied، أي أن تم تثبيت هذه المكتبة سابقا. الأمر التالي وهو تثبيت مكتبة ويب درايفر مانجر. من أمام محس الدوس بكتب pip install ويب درايفر underscore manager، ونضغط مفتاح الإدخال Enter. بيقوم بتثبيت المكتبة وأعطاني أيضا رسالة requirement already satisfied، أي أن تم تثبيت هذه المكتبة على النظام سابقا. بقفل نافذة التيرمينال وأبدأ في كتابة أكواد بايثون الخاصة بالتحكم الآلي. في السطر الأول بنكتب الكود التالي: from selenium import web driver. في السطر الثاني بكتب from web driver manager dot firefox import جيكو درايفر مانجر. في السطر الثالث اكتب import python orthographical user interface. في السطر الخامس افتح متغير براوزر بيساوي web driver dot firefox افتح brackets executable underscore path يساوي جيكو درايفر مانجر empty brackets dot install empty brackets. في السطر السادس اكتب براوزر دوت جيت افتح لي الويب بيج الخاصة بجوجل سيرش درايف. في السطر السابع اكتب براوزر دوت implicitly wait انتظر 10 seconds انتظر 10 ثواني. في السطر الثامن python orthographical user interface دوت type right اكتب لي السؤال التالي في السيرش درايف: how to automate mozilla Firefox web browser web browser. في السطر التاسع بكتب python orthographical user interface dot press enter بعد ما تكتب how to automate mozilla Firefox web browser. اضغط كليك على run ونرى النتيجة. هيفتح لي مستعرض Firefox web browser، وبعد كده بيفتح لي الجوجل سيرش درايف، وهنا في خانة السيرش بوكس بكتب هنا how to automate mozilla firefox browse، وبعدين بيضغط انتر اوتوماتيك وبيدخل لي في الصفحة الاولى هنا في مستعرض الويب بعد عملية السيرش. وممكن اكمل بعد كده الاوتوميشن، اختار الموقع او اللينك اللي ارغب في الحصول على معلومات او نتائج منه. ده كان النهاردة مثال بسيط على كيفية استخدام الموزيلا فايرفوكس اوتوميشن والدخول في مواقع محددة او مواقع معينة للحصول على معلومات. الكود بسيط وسهل جدا، ان شاء الله ساضع لك هذا الكود في الديسكريبشن خاص بالفيديو او اسفل الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.